طبعا اخبار عديده مهمه جدا سواء عن محترفينا في الخارج او اخبار محليه كتير، لكن عايزين نبتدي بموعد وصول المحترفين استعدادا لمواجهه النيجر وغموض موقف محمد صلاح. طبعا المباراه هتكون يوم 8 سبتمبر القادم، بالتالي المباراه هتكون مهمه جدا في تصفيات المنتخب المؤهله لبطوله الامم الافريقيه بالكاميرون العام القادم، فبالتالي هيكون في عدد محترفين طبعا اختارهم مستر اجيري المدير الفني المكسيكي منتخب مصر، فبالتالي ابتداء من غدا هيوصل بعض المحترفين وحتى وصول لموعد المباراه، يعني بالتقريب كده قبل 4 أيام من هذه المباراه هيكون كل المحترفين وصلوا علشان يشاركوا في التدريبات استعدادا لهذه المباراه الهامه لمنتخب مصر امام النيجر، فبالتالي ده خبر اكيد كان مهم جدا. نروح ايضا لبعض الاخبار الخاصه بمحمد صلاح نجمنا المصري ومحترف في فريق ليفربول. يمكن جريده الوفد قالت ان محمد صلاح يكشف عن مستقبله بعد اعتزال كرة القدم. كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول عن تطلعاته لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم، وفي تصريحات لصحيفة كلارين الأرجنتينية قال محمد صلاح أنه بيفكر جدا في خوض تجربة التدريب بعد الاعتزال، وقال ايضا ان هو ما يظنش انه ممكن يعيش من غير كره القدم. محمد صلاح زي ما احنا عارفين هي دماغه كلها كوره الراجل يعني، فبالتالي هو شايف ان هو الافضل له بعد ما يعتزل كره القدم بعد عمر طويل ان شاء الله في الملاعب ويقدر يحقق العديد والعديد من الانجازات هيتجه للتدريب، فنتمنى له كل التوفيق في كل الجوانب بشكل عام سواء في الملاعب كلاعب مهم جدا سواء لمنتخب مصر او فريق ليفربول، او ان شاء الله بعد ما يعتزل كره القدم ويكون متواجد كمدير فني او ك مدرب. ايضا في خبر او تصريح بالتحديد لفان دايك مدافع فريق ليفربول وزميل محمد صلاح من خلال جريده الشروق، وقال ان صلاح مخيف في التدريبات. محمد صلاح يعني زي ما احنا عارفين برضو الراجل بس التدريبات بياخدها بشكل جدي جدا، فبالتالي اكيد فان دايك خلال التدريبات بيلعب قدامه كمدافع ومحمد صلاح كمهاجم، فهو الراجل بيقلق منه في التدريبات برضه، وده طبيعي ان لعيب كبير جدا بحجم محمد صلاح مرشح ان هو يكون افضل لاعب في اوروبا وكمان مرشح ان هو يكون افضل لاعب في العالم، طبيعي جدا ان هو يكون مخيف من حيث الاداء والناحيه الفنيه سواء في التدريبات او خلال المباريات. سكاي نيوز اتكلمت على ان جارس بيل قادر ان هو يسد ثغره كريستيانو رونالدو ورحيل طبعا كريستيانو رونالدو ليوفنتوس، يعني البعض هناك بيتكلم على ان جارس بيل بادي موسم بشكل جيد جدا مع فريق ريال مدريد وبيتوقعوا له ان هم او يخلي جمهور ريال مدريد ما يحسش بغياب كريستيانو رونالدو وانتقاله لنادي اخر وبالتحديد فريق يوفنتوس الايطالي، فبالتالي جارس بيل شايفين ان هو قادر ان هو يؤدي بشكل افضل من كده كمان مع بدايه الموسم في اسبانيا وان هو يقدر ان هو يحصد البطولات مع فريق ريال مدريد. دي طبعا كانت بعض الاخبار الهامه جدا في الاخبار المحليه والعالميه وهذه العناوين الهامه اللي اتكلمنا عنها. نروح بقى لفقره السوشيال ميديا. دلوقتي عندنا الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف نشرت عبر تويتر أفضل 5 أهداف بالجولة الأخيرة بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. طبعا الأفضل تصديات في نفس الجولة من ضمنها تصدي محمد الشناوي لانفراد مهاجمي كامبالا سيتي على مرتين. محمد الشناوي يعني رغم أنه هو يعني المباراة ما كانش موفق فيها ويمكن البعض هاجم محمد الشناوي شوية خلال المباراة السابقة، لكن الرجل قدر ان هو يصد انفراد على مرتين بشكل جيد جدا. هنتكلم عن محمد الشناوي. نروح للاعبي النادي الاهلي على انستجرام وبتحديد عمرو السولية اللي نشر صورة من مباراة الاهلي وكامبالا سيتي اللي تعرض فيها للاصابة على صفحته على انستجرام وكتب الحمد لله دائما وابدا. نشر احمد عادل حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومصر المقاصه الحالي على انستغرام صوره قديمه له مع احمد فتحي قبل احد التدريبات في التتش معبرا عن حبه وتقديره لفتحي. والى محترفينا في الخارج، محمد انني نشر صوره من تدريبات ارسنال على حسابه على تويتر وكتب نكافح دائما. ونشر كريم حافظ على تويتر صوره من اول تدريب له مع فريقه الجديد باشاك شهير التركي. ايضا نشر عمرو ورده على انستغرام صوره له من مباراه باوك امام بنفيكا البرتغالي امبارح واللي خسرها باوك بنتيجه 4-1 وخرج من الملحق المؤهل لدوري ابطال اوروبا، كتب
خلال التغريده او تويتر او انستغرام بالتحديد كمان اللي هو كتب من خلاله: فخور دائما بالفريق، الفريق الكبير لا يتوقف ابدا، مستمرون مع بعض. وعالميا نشرت صفحه بليتشر فوتبول على الفيسبوك فيديو عن الفرق المتاهله لدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا، وكتبت: 32 فريق فائز واحد دوري ابطال اوروبا، تعالوا نروح طبعا نشوف ال 32 فريق اللي تاهلوا لدوري المجموعات من دوري ابطال اوروبا. يعني فرق كبيره جدا تاهلت لدوري المجموعات بدوري ابطال اوروبا، كالعاده بنشوف بطوله اكثر من رائعه، بيبقى فيها منافسات كبيره ومباريات من الناحيه الفنيه كمان بتبقى مباريات كبيره ومهمه جدا، وكل جمهور الكره المصريه بيتابعها بشكل عام بغض النظر عن محمد صلاح وليفربول، فبالتالي ان شاء الله بطوله هتكون قويه جدا، بطوله دوري ابطال اوروبا. نكمل طبعا صفحه ريال مدريد على تويتر، نشرت صوره للاعبها الجديد ماريانو دياز اثناء الكشف الطبي، واعلنت اجتيازه الكشف بنجاح استعدادا لتقديمه للجمهور والاعلام غدا الجمعه ملعب سانتياغو برنابيو. ألقت صفحة فيفا على تويتر الضوء على ذكرى انتقال البلجيكي كيفن دي بروين لصفوف مانشستر سيتي عام 2015، وكتبت: في مثل هذا اليوم من عام 2015 أتم سيتي صفقة انتقال البلجيكي كيفن دي بروين 24 سنة من فولفسبورغ بعقد لمدة 6 سنوات مقابل 55 مليون استرليني، يعني 75 مليون يورو، كانت ثاني أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية بعد انتقال أنخيل دي ماريا إلى مانشستر يونايتد مقابل 60 مليون استرليني في 2014. احتفلت الصفحة الرسمية لنادي يوفنتوس الإيطالي على تويتر بعيد ميلاد نجم الفريق السابق بافل نيدفيد 46، ونشرت عدد من الصور له وكتبت: ذكريات خاصة لأسطورة حقيقية، تحياتنا لبافل نيدفيد. وأخيرا احتفلت صفحة الدوري الأسباني الليجا على تويتر بأول هدف أحرزه ديفيد بيكام في الدوري الإنجليزي مع ريال مدريد عام 2003، ونشرت فيديو للهدف وعلقت: في 30 أغسطس قبل 15 عام حقق ديفيد بيكام حلم تسجيل هدف في أول ظهور له مع ريال مدريد بالدوري الأسباني. نروح نشوف الهدف ونرجع مرة تانية.
ديفيد بيكهام احد اللاعبين المهمين جدا على مدار تاريخ كره القدم العالميه، ولعب لاكثر من نادي سواء مانشستر يونايتد وبعد كده ريال مدريد، باريس سان جيرمان، اي سي ميلان. لاعب مهم وتاريخي والناس كتير ما تقدرش تستنى او تنسى، بالتحديد كمان لاعب زي ديفيد بيكهام نجم المنتخب الانجليزي. دلوقتي هنروح لفاصل عشان نرجع نستقبل الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي في الاهرام الرياضي، ونرجع مره ثانيه.